رؤوس دولة الكويت لاجتماعات مجلس الأمن لشهر فبراير الجاري وسط مختلف التحديات المحيطة بهذه المنطقة. وتأتي هذه التطلعات العربية والدولية نظرا للدور الكويتي الرائد على مدار عقود في تطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة وبسط السلم والأمن الدوليين. شهر فبراير من العام 2018 شهر تتوجه فيه أنظار العالم أجمع إلى دولة الكويت التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي ضمن عضويتها غير الدائمة في المجلس وسط تحديات جمة وتطلعات عربية ودولية مبنية على سمعة الكويت المميزة في الحرص على بسط السلم والأمن الدوليين. آمال كبيرة ومسؤولية أكبر على عاتق دولة الكويت في طرح الملفات والقضايا العربية الشائكة بشكل يساهم في تسليط الضوء عليها وكسب أصوات الدول الأعضاء للخروج بقرارات ملزمة تنتهي معها الصراعات التي أنهكت كثيرا من المجتمعات المدنية. الواقع يقول أن المشاكل التي يعالجها مجلس الأمن في الآونة الأخيرة وفي السنتين القادمات لا تزال هي مشاكل العراق وسوريا وليبيا واليمن، ناهيك عن مسائل الإرهاب وهو موضوع جديد جدا. دور مجلس الأمن وعضويتنا فيه يختلف تماما عن ما كنا تعودنا عليه في السنتين التي قضيناهما والتي قضاها مجلس الأمن. أصلا لا أقول أنها مسؤولية دولة الكويت فقط، إنما مجلس الأمن الآن منشغل بشكل كبير جدا، وبالتالي التحديات التي علينا تحديات كبيرة، لكننا نركن إلى الحكمة التي منحها الله سبحانه وتعالى لقائد مسيرتنا الشيخ صبح الأحمد، وهو أكبر دبلوماسي يعني عرك الحياة الدبلوماسية منذ الستينات وإلى الآن، والعالم كله في الحقيقة متفائلة بأن دور الكويت في مجلس الأمن في السنتين 2018 و2019 سوف يكون دورا بناء مساعدا لوأد فتيل النزاع ولإحلال السلام إن شاء الله وللإعمار. دولة الكويت والسلم اسمان لا يفترقان ووجهان لعملة واحدة، فدائما ما كانت الكويت على مستويين رسمي وشعبي سباقة لنصرة الإنسان كلما ضاقت حوله سبل العيش لمختلف الأسباب. عضوية دولة الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن بشكل عام وفترة توليها الرئاسة بشكل خاص فترة استثنائية وفرصة مميزة لكافة المجتمعات المنهكة جراء الأزمات حول العالم لتوضع نهاية لمعاناتهم وتستأنف حياتهم بشكلها الطبيعي دون أي أمر قد يعكر صفوها ويمنع هناء العيش. تتولى دولة الكويت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال فبراير الجاري، وذلك بعد استلامها لعضوية غير دائمة لمجلس الأمن لعامي 2018 و2019. وأمام رئاسة دولة الكويت ملفات دولية عديدة سوف تتم مناقشتها خلال الشهر الجاري، كما تقابلها تطلعات عربية كبيرة من منطلق حرص دولة الكويت الدائم على السلام العالمي. استلمت دولة الكويت رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير، وهي المرة الأولى منذ استلام دولة الكويت عضويتها غير الدائمة الشهر الماضي لعامي 2018 و2019. الأمر المهم اللي راح نركز عليه في خلال الرئاسة، راح نعقد جلستين، جلسة إحاطة عالية المستوى رفيعة المستوى راح يترأسها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وراح يشارك فيها وزراء بعض الدول الأعضاء، وراح تكون حول مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقضايا والأدوات المتاحة للمجلس لاستخدامها وتطبيقها لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وهي الوساطة والأمور والدبلوماسية الوقائية اللي موجودة كل المنصوص عليها في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. الموضوع الآخر واللي راح يكون أيضا راح نعقد جلسة مفتوحة تتعلق في أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن. الكويت عندها رئاسة الفريق العامل المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية، هذه فرصة راح تكون متاحة لجميع الدول.
الدول الأعضاء أن يشاركون في الجلسة من يرغب طبعا بالمشاركة، ويقترحون بعض يقدمون بعض المقترحات اللي ممكن أن نأخذ فيها ونطبقها في عملنا في المجلس. وكما أكدت دولة الكويت أن أولوياتها ستتركز على القضايا العربية بما فيها القضية الفلسطينية. جلسة تحت صيغة أريا فورمولا عن القضية الفلسطينية بعد مرور 50 عام على الاحتلال الإسرائيلي، راح يكون فيه هناك أشخاص رفيعين ومستوى راح يشاركون في الأريا فورمولا، راح تكون في تاريخ 22 فبراير. وستركز دولة الكويت خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي على دعم عمل مجلس الأمن والتأكيد على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جدول حافل بالقضايا والاجتماعات خلال ترأس دولة الكويت لمجلس الأمن الدولي، والذي سيتضمن العديد من القرارات الدولية والبيانات الرئاسية والصحفية. من مجلس الأمن الدولي، أسامة عبد العزيز، تلفزيون دولة الكويت.